ماذا لو رمضان جانا؟ رمضان مش بس شهر الصيام، ده كلمة سحرية بتطبطب على قلبك لما بتسمعها، بتحس انك مطمن كده وهو جاي، لانه هيجي وهيجيب العيلة والصحاب والرسايل، وبقى عندك سبب تكلم علشانه الناس اللي بتحبهم. بس بقالكوا كتير ما بتتكلموش، وتصالح الناس اللي زعلتهم وزعلوك. في رمضان مش هتحس أبداً إنك وحيد، حتى وإنت بعيد عن أهلك في بلد تانية هتبقى عارف ومتأكد إن كل الناس القريبين بيفتكروك كل يوم لحظة الفطار، بيدعولك من قلبهم. رمضان يعني هنفطر مع بعض إيه؟ هتصوم ولا زي كل سنة؟ وزينا في كل الشوارع والبلكونات، ده غير المسلسلات والإعلانات اللي بالمناسبة مش كليشيهات. دي بتعكس كل اللي في قلوبنا وبنستناها. جاري يا جاري يا حتة سكرة. ده أنا كل سنة في حياتي كنت بستنى أشوف بابا هيتابع إيه في رمضان عشان أتفرج معاه بالليل بعد ما يرجع من الشغل، والإعلانات الطويلة اللي في النص كانت فرصة لينا نتكلم أكتر. عشان كده أنا بحب الإعلانات وليالي صلاة التراويح أنا وصحباتي وبنات الجيران، سهرات ليلية في حب ربنا وذكريات هتفضل في قلبي، وصوت ماما وهي بتصحيني على السحور وأنا بقول لا يا ماما مش عاوزة تسحر يوه، فتقول لي طب كلي بس علبة زبادي عشان ما تعطشيش بكرة، فبرضو ما قومش فتأكلها لي. وأول الشهر وبابا وماما بيتفقوا على شنط رمضان، وآخر يوم في الشهر في كل سنة وإحنا بنشتري لبس العيد. رمضان وزنته ليالين مليانة خشوع ودفى، خلتنا نسأل مع بعض السنة اللي فاتت ماذا لو مفيش رمضان؟ حالة من الأمان والفرحة في كل شارع عربي، فقير أو غني. ماذا لو بنصوم؟ اللهم إني صائم. وماذا لو ما كانش فيه مسلسلات رمضان؟ أنت اللي في إيدك الرموز. رمضان اللي فات شفناه بشكل مختلف بعيون صاحبتي الأسبانية إنجريد، وكمان شفناه في دبي. ترى محقق حياتي بسمع عن نفسي عمري ما شفته والله ولا حتى في مصر. والسنة دي الله أنا متحمسة قوي للسنة دي، هنتفرج على رمضان في أماكن تانية في بلاد جديدة من زمان وأنا نفسي أروحهم، وفي رمضان السنة دي حلمي هيتحقق. استنوني كل يوم جمعة بعد الفطار في فيديو جديد هتسافر بيه من على كنبتك وتقضي رمضان بشكل مختلف في بلد جديد.